يسأل يقول: هل هناك دعاء مشروع أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن تذكير الناس به؟ والله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ضمن الشداد بن أوس: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات. أنا أتمنى من إخواني أن يحفظوا هذا، دعاء عظيم جدا. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يعني على الدين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك أي اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد، يعني تقوي عزيمتي على استعمال الرشد. وأسألك حسن طاعتك، وأسألك شكر نعمتك. اللهم إني أسألك قلبا سليما، اللهم إني ولسانا ذاكرا، اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا، اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والله يا إخواني هذا الدعاء جامع وعظيم جدا جدا، وهذا الدعاء رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه بعض علمائنا المعاصرين. نعم.